رح ننتقل للعالم الجميل وهو عالم الطفل زينب، واكتشاف الطفل للعالم من حوله يبدأ من اكتشاف جسد أمه وتفاعله مع الأشياء للمرة الأولى، سواء بالسمع أو بالنظر أو حتى عندما يحبو. فأهمية هذه المرحلة بالنسبة للطفل تكون جدا مهمة بتكوين نظرته للأشياء وكيف ينصح بالتعامل مع الطفل بهذا العمر. هالأسئلة وهالتفاصيل كلها رح تجاوبنا عليها ضيفتنا الاختصاصية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك رندا، وأهلا وسهلا يسعد فيكي. صباحك. أهلا صباحك وسهلا. يا رندا، أهلا صباح وسهلا خير. فيكي. يعني خلينا نعرف أول شيء، كيف الطفل في يكتشف العالم من حوله؟ هلا هي كتير بسيطة، كيف ما نحن لما بيكون أنا أو أنتي بدنا في أي شيء حاولين نستكشفه أو نعرف ماهيته أو شو هو، فأول شيء أنتي بدك تلاحظيه تشوفيه أو تسمعيه أو جربي. ممكن تجربيه تشوفي ملمسه، صحيح. ممكن تشمي شو ريحته، فهو دائما المدخل الأساسي نحن لنكتشف أي شيء من حولنا هو حواسنا، وهو الحواس هي أساسا المؤشر الأول لأنا بلش أتعلم. فدائما نعم. الطفل بيفرق كيف هو بيستكشف حسب المراحل العمرية، بتختلف وبتتطور، خصوصي انه حتى هاي الحواس هي من هو وبطن امه هو بيكون في حواس مبلشة تتكون وحواس لا لسه. فمع مع العمر ومع الخبرات وحسب البيئة الموجودة وحسب طريقة تعامل أهله، فهن بيعطوه هاي المهارات الأولية ليعلموه كيف يكتشف. دائما نحن بنربط كلمة اكتشاف أو الاستكشاف عند الطفل بالقدرة العقلية عنده، بإدراكه قديش دماغه نشط، فهي التفاصيل هي اللي بتقسم لنا هذا الموضوع وهي اللي بتقدر تخلينا نصنف الطفل. صحيح. نعم، يمكن دائما نظرة الطفل للأشياء غير نظرة الكبار لإلها، الأم لإلها. هون يمكن حكيتي نقطة كتير مهمة رندا، وهي طريقة تعامل الأهل مع أبنائهم يلي هلأ مبلشين يكتشفوا الأشياء الجديدة، خاصة يعني الأم بتلاحظ الطفل عم يتصرف تصرفات غريبة، ممكن يلمس شعره، ايده، عينه، شغلات هيك، يفوت ايده بانفه، يعني بنشوفها كثير هيدا القصة ليكتشف هذا الموضوع. تماما، ذكرتي موضوع كتير مهم على فكرة، ونحن هلا كتير بنشوف الأمهات والأهالي بيعانوا منه، هي فكرة في مرحلة عمرية بمر فيها الطفل بيحاول يشوف ردود الفعل الموجودة، فبتلاقي بيجي طفل مثلا عمره سنة للسنتين مثلا ببلش أول ما تبلش عضلات إيده تقوى شوي فهو ببلش بكب الأشياء مثلا، أو ممكن يضرب، بيعطي تمام، يشد شعر، ممكن مثل ما بيجرب. ذكرتي، فهو ما عم بيجرب أو عم بيأذي، فهو بيكون بده يشوف شو رد الفعل. فنحن بهالفترة كأم نلاقي كتير انه واو، ها بلش يعمل هاي الحركات، بلش يمسك تماما، فهي بيكون كتير انفعالها بالنسبة له ايجابي، فهو بصير بينتقل هذا الموضوع مع انه يكون مرحلة استكشاف ليبلش يصير بقى طريقة لحتى يستفز فيها او لحتى يكسب انتباهها او لحتى يفكروا انه شيء ايجابي. فمع العمر هذا الموضوع بيتحول من استكشاف للفت انتباه، فبالمرحلة اللي بعدها كل شيء هو صغير بيكون مقبول منه، لما بيكبر بيصير مزعج، فبتبلش الأم تختلف ردود أفعالها برد الفعل. هون هو بيصير عنده إنه شو عم بيصير، إنه أنا كنتوا كتير تنبسطوا مني بهي الحركة، ليه هلأ لا؟ فهون نحن دائما لازم نراعي المراحل العمرية للاستكشاف، كيف بيمر فيها الطفل، كيف بتنتقل من مرحلة لمرحلة. موضوع ردود الفعل تكون أنا كتير بهمني، لما مثلا مثلا إذا ضربها تعطيه لعبة يجرب مثلا، أو طابة صغيرة ممكن يزتها على الأرض ليشوف ردة فعلها، تقول له تعطيه رد الفعل المناسب دائما لتصرفه، تأرجي انه هي انه مثلا زعلت شوي، انه مثلا هو ضربه، مو تضحك له مثلا، فهو صحيح. حتى ما يصير عنده عاده. اكيد. طب بما انه عم نحكي عن تعامل الامهات ايضا، خبرينا كيف هي الام تدرب طفلها على التصرف الصح؟ يعني كثير بيعانوا الامهات من هي القصه. هلا نحن مثل ما ذكرنا المراحل العمريه بتبلش بالاستكشاف، بتبلش اول شيء من هو وبأول ولادته حتى قبل حتى هو وجنين بيكون السمع عنده جيد، فهو ببلش يستكشف
المحيط من خلال ما عم بيسمع. بعدين بتصير بتتطور شوي، ببلش بقى بيصير بيقدر بالحواس الثانية بتكون تشتغل، ببلش يصير بهاي المرحلة قبل ما يبلش يحكي بيكون كتير بينتبه على التفاصيل، بصير بيسمع شو عم بيحكوا حواليه، بيحاول. في أطفال نحن بنقول إنه ما انتبه لنا أو ما سمعنا، ولكن هو بيكون عم بمرحلة تخزين، فمن هون ببلش بيتعلم. وقت ببلش بيحكي نحن نكتشف إنه لا، هو في أمور كتير بيعرفها بس ما كنا بنعرف. صحيح. بعدين ببلش نحن نظره بيصير منيح، بتلاقي الأطفال كلها بتتجه لتمسك شيء، في ألوان أشكال، بتبلش حواسها كل شيء بدها تحاول تمسكه بإيدها. لما ببلش يمشي بيصير بيكركب كتير، بيخرب كتير. هاي الفترة لازم تاخد حدها، لازم يكون في له مساحته كاملة، لازم تشجعه عليها، ولكن ضمن حماية. نحن دائما بنقول لهم مو الحماية انه انا طول ما لي قاعدة انه انتبه ما توقع، انتبه ما تأذي حالك، لا، تكون هي الحماية انه انا حاططه بمكان آمن، اذا وقع يعرف يقوم لحاله، اذا انكسر شيء ما ينكسر اساسا ويأذي. فهي الامور بتعطيه هي نحن بنفتح ابواب ثانيه للاستقلاليه، للثقه بالنفس، كلها من هي المراحل العمريه المبكره. صح. نعم. يمكن ايضا رندا خلينا نحكي عن المراحل اللي بتبلش فيها الام لتوصل للنتيجه اللي هي بدها اياها، يعني في مراحل معينه ما بتقدر تسيطر عليها بعمر، يعني مثل ما قلتي انه مقبوله منه وهو صغير، ما انا مقبوله منه وهو كبير، من الاول هيك هي تبلش تحد منها لما تتطور هي معه، هي ما عاد هون تقدر تضبطها. قد ايه مهمه هالمراحل؟ في فكره انه نحن دائما بنقولها للام ربطي كلمه مع السلوك، يعني لما مثلا ممكن يعمل شيء هو ممكن يأذي او ممكن يكون خطا، هو ولو بدافع الاستكشاف تعلمه عليه كيف هو، تخلي تعطيه هاي المساحه، بعدين تربطها بكلمه انه هذا خطا او هذا غلط او هي صح. فهي المفردات او هي الكلمات هي بتضل معه وبتضل لحتى للمراحل المتقدمه. هلا الشكوى الاكبر بتكون لما الاطفال ببلش يوعوا وببلشوا يطرحوا اسئله على اهاليهم، بتبلش تصير هاي الاسئله محرجه وما يعرفوا يجاوبوا تماما، فبيكون في احراجات للاهل، بيصيروا هن المحرجين او هن لسه هن اساسا الاهل في اجابات هن ما بيعرفوها وهن مو مستكشفينها. فكتير مهم بهي المرحله اكون انا كأم المصدر الاساسي لاعطي المعلومه لابني، خليه ياخذها مني احسن ما ياخذها من اماكن ثانيه يمكن ما تكون صح او ما تكون بتناسب بيئتي مثلا بتفصيل معين. ردة، في بعض الامراض عند الاطفال احيانا بتاثر ايضا على اكتشافهم، يعني تشتت الانتباه، فرط النشاط، كثير عم يعانوا الامهات من الاذى العدوانيه، كيف فيهم يتصرفوا كمان؟ هلا لقول لك، دائما انا بقول لهم الانتباه عمره بيمشي مع العمر الزمني، فبيكون بالفترة الأولى انتباهه مركز على شيء واحد لما بيكون بيبي صغير. صحيح. فهو بس عم بينتبه على أمه. بالمرحلة الثانية بيكبر شوي الطفل، بيصير في هاي الفوضوية العشوائية، بيصير بينكوش كتير، بيصير كتير متشتت، بقى هاي بيكون طبيعي بالسنتين. وقت ببلش يطلع للمرحلة العمرية الأكبر ببلش بيصير بقى وبيضل شبابه كل حياته، بيصير انتباهه قدران يوجهه لمعلومة معينة ولو ما كانت بتجذبه ولو كانت ما كتير بتهمه، ولكن مطلوب منه يركز فيها فبصير بينتبه لها وبيركز فيها. هلأ اللي بيصير المشاكل اللي بتظهر لما أنا طفلي بيصير بالعمر اللي لازم يكون لازم يركز انتباهه بشيء ولو ما له محبب، ولكن هو بيضل عمره الانتباه لسه بالفترة العشوائية. فبتظهر عنا أطفال اللي عندهم فرط الحركة، تشتت الانتباه، بتظهر عنا هاي المشاكل. الأطفال اللي بتكون انتباهها عمره على الآن بعمر البيبي اللي لسه بس عم بينتبه لوالدته أو بس بشيء واحد، فهون بنلاقي أطفال اللي عندهم مشاكل مثل التوحد، مثل الأمراض الثانية اللي فيها اضطرابات تواصل. نعم. فلهيك نحن دائما بنحاول نطور الانتباه تبع طفلنا. كثير مهم نشتغل على المحيط الموجود للطفل، دائما نشبع الذاكره اللي عنده، نشبع هالمهارات والانتباه، الذاكره، التركيز، هي كلها نشبعها بامور كثير بسيطه هي موجوده بالبيت يعني متناول الام حتى على
إذا عملت سيرش بسيط هي ممكن كتير تجيب أنشطة وتجيب أشياء تعلمه فيها. كيف يكتشف، يعني أنا علمه وين يكتشف، ما علمه يروح يكتشف بريز الكهرباء مثلا. إنه علمه لا، أعطيه مثلا ورقة وقلم، خليه مثلا يشخدر شوي يكتشف فيها، خليه اعطيه معلي، ولو اعطيته مثلا درج الثياب لو نكته معلي، بعدين انا برجع بخليه كيف يضبه، كيف يفرز كل مثلا قطعتين مع بعض متناسقين. فهي بعمر كتير صغير، ولو انا كأم عم بشتغل قدامه هو لسه بيبي، ولكن انا بعطيه هي، بفتح له هذا الباب لا ما يكون عنده مشاكل. صحيح رندا، يعني معلومات مهمة، وأيضا حابين هيك نعطي نصائح أخيرة لكل الأمهات اللي هلأ عم بيتابعونا واللي عندهم هلأ أطفال يمكن بعمر الاكتشاف واكتشاف الأشخاص واكتشاف الأشياء اللي حولهم. هلأ نحن دائما نركز على الأطفال تحت الست سنين، اليوم أنا حابة شوي ركز على العمر الأكبر. دائما في مرحلة الاستكشاف عندهم بتكون بالأسئلة اللي بيطرحوها على الأهل مثل ما ذكرنا، فأنا كتير بركز على الأم إنه ما تقول له مو هلأ بعدين بجاوبك، أو ما تعطيه جواب ما له منطقي، لأنه نحن ما فينا هذا الجيل، ما فينا نحن يعني نكذب عليه تماما أو نستغفي، عفوا بهالكلمة، تماما لازم تماما، فلازم لا نحن يكون في عنا معلومات، في حال أنا كأم ما عندي المعلومة على السؤال اللي طرحه فبقول له أنا وياك رح نعمل سيرش وندور ونشوف الإجابة المناسبة، تكون الإجابات صحيحة وتكون بسيطة وتكون ملائمة للمرحلة العمرية. ممكن انه بيقول انه شو هالتنظير، يعني انه كيف يعني انه هالثلاث كلمات هيك ظابطين، بقول لهم دائما نحن بنحاول نجيب المعلومه مثل ما هي ونبسطها بمثال بسيط من الحياه، ولحتى دائما يكون المرجع الاساسي للطفل هو امه وابوه، ما يلجا لاشياء ثانيه. نعم. أنا أتشكرك رندا على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك رندا على المعلومات اللي قدمتيها، وإن شاء الله هيك يكونوا مشاهدينا قدروا يستفادوا منها.